السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده المستقبل في مجال التصميم. زي ما انتم شايفين ده موقع اسمه runwayml.com. ده في شوية حاجات كتيرة جدا ببساطة كتيرة. ممكن تروح معلم مثلا على صورتين ويروح محول مثلا طيارة لطائر من غير ما تبذل اي جهد خالص. في مثلا اي حاجة عايز تشيلها ممكن تعلم عليها وتلغيها او تبدلها بحاجة تانية. باك دروب، ممكن تصور اي حاجه في الواقع وتتاخد معاك وتبقى تقدر تحطها في اي مكان تاني. شويه امكانيات حلوه جدا جدا زي ما انت شايف. تكست تو 3 دي تكتشر. في لو في اي فترات صمت مثلا في الصوت تقدر ان هو يشيلها لك. هو بيقسم الحاجات مثلا لاوديو اهوت لفيديوهات. تمام، تخيل مثلا انت وانت راكب الحصان عديت على عيل مثلا، هنا بيعمل لك سلو موشن، بس ممكن تخلي وانت ماشي عديت على حاجة عايز تشيلها تعلم عليها يشيلها. هنا بيعمل بلور للفيسز فيديو ويروح عامل بلور على وجوه الناس. فحاجات خطيرة جدا وكلها سهلة وان كليك، مش بتقعد تبذل جهد. يقدر يضيف لك جرين باك جراوند بحيث ان انت تغير الخلفية الموجودة. هنا ممكن الكلام يبدأ يحط لك عليها الترجمة. وفي تكست تو ايمج، يعني تكتب له اي حاجة في الصورة هو يبدأ ان هو يتعامل معاها. تمام، مثلا ممكن تقول له ايه، مثلا عايز فلاي كات above cloud. تمام، والديفولت موديل لو انت عايز تضيف موديل تاني، معدل الطول مع العرض، الريزوليوشن قد ايه. تمام، وهنا اللي عايز كام صورة output. تمام، طيب هقول له مثلا 2 واقول له generate. كل الادوات دي قريب جدا هتلاقيها في البرامج التصميم زي الفوتوشوب وبرمير وافتر افكت والحاجات دي كلها. طبعا دي افضل. تمام، تمام، زائد ان انت في اي لحظه تقدر ان انت تغير وتكتب اي برامج تاني يبدا ان هو ينفذه لك.